دكتور أشرف، النقطة المتعلقة بأنه الدولة أصبحت تنتج أدوية علاج فيروس سي، إلى أي مدى ساهمت هذه الخطوة في نجاح المبادرة؟ يعني كان في البداية بنعتمد على الأدوية المستوردة طبعا مع ارتفاع أسعارها، وكان هناك السوفالدي، مع الوقت بدأ أنه مصر هي تقدم أدوية محلية أسعارها نزلت، وبالتالي الإتاحة أصبحت أكبر. وهنا بيجي الحقيقة العبقرية دور المصري الحقيقة، ان هو من مرحلة ان احنا كنا بنستورد الدواء الى مرحلة التصنيع. زي ما ذكرت لحضرتك انه اكتر من شركة مصرية بقى بتقدم بتنتج الدواء محليا، ومش كده وبس، علشان مش بتؤدي الى الاكتفاء الذاتي فقط، لا، ده النهاردة شركات الأدوية المصرية بتصدر علاج فيروس سي للدول العالمية وخصوصا إلى أفريقيا. يعني احنا عملنا دلوقتي نوع من الغزو للدول الأفريقية، بنصدر العلاج، يعني بدأنا بالاستيراد وانتهينا بتصدير الدواء، وده طبعا هيبقى ليه يعني امباكت كبير جدا على الاقتصاد المصري، وكمان هيبقى بيزود الدور الإقليمي المهم جدا لمصر من الناحية الصحية ومن الناحية السياسية كمان. بيثبت دور مصر إقليميا على المستوى الإفريقي وعلى المستوى الميدل إيست كله، هو المنطقة العربية كلها. فالحقيقة بقى دور كبير جدا. يعني النهاردة كان يمكن اللي هو ظاهره العذاب لكن باطنه الرحمة، قدرنا نستفيد من هذه المشكلة اللي بقول إنها كانت مشكلة أمن قومي حقيقي، إلى النهاردة صدرنا المشكلة وبقينا الحمد لله في وضع دخلنا خلصنا فيروس سي، وابتدينا نشوف زي ما حضرتك ذكرتي بعض المشاكل الصحية الأخرى زي السكر وزي الضغط وزي الكثير من المشاكل الصحية الأخرى. نعم. اللي بنتفرغ ليها دلوقتي. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أشرف عمر، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب قصر العيني، شكرا جزيلا يا فندم على هذه المداخلة.